ماتش مش سهل برضو على فكرة. بص اقول لك على حاجه، يعني خلينا نتكلم شويه برضو في بعض النقاط المهمه. احنا بنتكلم ان فريق اوروا الياباني لو احنا بننطقها صح برضو، لان في ناس بتنطقها كده كتير من استوديوهات التحليليه، في ناس بتنطقها بطريقه غريبه جدا تحسها ان هي يابانيه شويه، فاحنا هنقول اوروا. يعني عامه النسخه الحاليه هي اصلا بتتكلم في دوري ابطال اسيا، هم ما تاهلوش اصلا لدور يعني ثمن النهائي، وخرجوا من مرحله كمان المجموعات، ومعهم مدرب خليني اقول كويس، يعني المدرب البولندي بتاعهم، لا يعني اعتقد هو المدربين الكويسين، وكان الموسم الماضي هو كمان اللي قاد الفريق للفوز بدوري ابطال اسيا، وبيلعب دايما بطريقه معروفه عنه 4-5-1، يعني هو واضح ان هو بيلعب على التامين الدفاعي بشكل اكبر، وبيعتمد كمان على السرعات زي ما كنا بنتكلم، وخلق المساحات يمكن في الملعب. دي من اهم كمان الحاجات اللي بتميزه. اعتقد ان هو كمان في الاماكن اللي بيفوز فيها، ومش يعني بفارق عملاق جدا خلينا نقول عن المباراه الاخيره، خلينا نقول يعني مع طبعا مان سيتي، لكن هو قدم مباراه كريم. من وجهه نظرك انت شويه شايف ان هم كانوا بيلعبوا بنفس التحدي، لكن انا شايف ان هم بجد كانوا امبارح مع مان سيتي مش موجودين. يعني ما هو ده نظرا لثقه مان سيتي. طبعا طبعا هو طبعاً. لا اوكي، هم كانوا مع الهلال قبل كده بيلعبوا، ولعبوا مع ضد الهلال، لعبوا مع فرق كبيره زي عندك هيونداي الكوري وغيره، لكن اوكي يعني ده برضو كله حلو، بس انا تاني هرجع اقول لك الكره الاسيويه مختلفه تماما زي ما احنا كلنا عارفين عن الكره الاوروبيه، فكان في فوارق كبيره جدا موجوده يعني. وعلى كل حال يعني مطلوب احنا لو هنيجي نتكلم مطلوب الحذر جدا أكيد. ولازم احنا بقى لما نيجي نتكلم عن الخطوه اللي جايه لازم نقفل تماما صفحه فلمنانسي وننساها، ونعرف ان النادي الاهلي برده يعني كل يوم طبيعه الحال عنده تحدي اكبر، ولسه برده يعني الامل موجود في حاجات كتيره. ما هو مش معنى ان انت ما وصلتش للنهائي مثلا او غيره، او الامل كان عندك ان انت تفوز مثلا بمركز مختلف هذا العام، ان خلاص بقى ارضى بالرابع مثلا، لا خلاص احنا دلوقتي هنلعب على الثالث والرابع، ونتمنى ان شاء الله تحقيق التالت، ودي مش هتبقى اول مره هتبقى ثالث العالم، بس برضو على الاقل ما نبقاش يعني ليفل اقل او نروح لرابع العالم، تالي هتبقى برضو مش احسن حاجه كده.